الاتحاد ماشي كاين مشروع تاع مجلس جهاد الشرق بني وكيل راه كل غرس عنده الميزه ديالو عنده اسم خاص به ما شاء الله دابا دخلت البلاصه ديال لي بلونت كذلك هنا كاين العسل العسل الخضر اللي عمري ما شفت اول مره كنسمع به انواع ديال السدر بزاف انواع ديال السكر هنا متحف متاحف دائما عندها بصمة ديال الجهة الشرقية ممكن تشوفوا متاحف السلام عليكم السلام عليكم اختي قولي لي المنطقة ديال هاد المعرض هذا لا لا المعرض المنطقة عفوا مراكش تبارك الله جيت اذا انتم مالين لا ماشي مراكش منتوجات ديال مراكش انتم منين منتوجات ديال مراكش لكن هي في الجهه الشرقيه كما كتشوفوا هنايا صوري اختي هاك صوري مدينا بجوج ولا ما صوري انا كنصور حتى كتفيزيت والله الا كنصور لان الفيديو هذا كيتلاح غير بغيتو ديروا الشهره حتى رقم التليفون ديالك ماشي مشكل كذلك بالنسبة للمنطقة الشرقية المميزات المعروفة بالمميزات شو ما تقدر تعمل ما شاء الله ماشي كاين كل منطقة معروفة باللباس الخاص بها بالنسبة للمنطقة الشرقية كاين البلوزات ياك البلوزات هادو الشرقي مدينة وجدة وهذا كله ممكن تسمى بالارتزانية يعني متحف الشرقي مدينة وجدة يعني شي حاجة اللي كانت نادرة الأثمنة 1200 درهم شوفوا ما شاء الله يعني كل منطقة تستخرج التراث ديالها الخاص بها أي منطقة حبيبتي هادشي منطقة وجدة ديال وجدة منطقة وجدة تارني السلام عليكم اللي تارني كثر بزاف هو القفطان الشرقي بمدينة وجدة يعني طريقة يعني مصممة بطريقة يعني تقليدية إضافة شرقية البلوزة وبطريقة يعني طريقة يعني ما شاء الله كيف ما كتشوفوا وهذا كيعطيني كيلهمني انني نقول لكم عنده واحد التراث جزائري وجدي كيف ما كتشوفوا الصم هذه المرات
كيفاش هاد العمر الا مشيت سيمانه سيمانه سيمانه. بالنسبه للبلاغات المنطقه الشرقيه ربما كيكون يعني كاين حيت السيده قالت لك كاين مراكش يعني كاين كتلقاو يعني لي زارتيكل ماشي ضروري ديال واحد الجهه مخصصه يعني وحدها كاين يعني كاين اضافات كاين يعني كاين شي معروف في مراكش وفاس ولكن كاينه حتى في هذا المعرض كتشوفوا من السلام عليكم شنو من المنطقه هذه كيكي شفتوا الحوفة بطريقة ما شاء الله البنات كيداير شي روعة روعة روعة. دائما كنبغي نقلكم شي حاجة اللي ما كتقدرش تشوفوها نتوما نادرة من التراث ديال المغرب المنطقة الشرقية كي كتشوفوا هذا الصوف مخدوم بواحد ما شاء الله بواحد ها غادي نقول لكم كيفاش باش ها هو باش مصنوع الصوف يعني مغزو كتغزلوه يعني غزلوه ما شاء الله شفتوا الدوم يمكن حاول ما امكن البنات نقلت من الحوايج اللي نتوما ما شفتوهاش من قبل كاين حتى الخزف صناعة الخزف بأنواع تاعها التقليدية بمدينة وشطة الجهة الشرقية زاخرة بالصناعة التقليدية هي عندها طابع شرقي بطبيعة الحال كتشوفوا تربية التراث القديم الناس أجداد الأسلاف في المنطقة الشرقية مازالين محافظين على طابع التراث الشرقي كتشوفوا هنايا محوفة مخدومة بالصوف هادشي اللي كتشوفوا واش مخدوم بالصوف متحف شرقي 100%. السلام عليكم هذه منطقة فيكي؟ زرادة ما شاء الله مرحبا بكم. فين قاعد تاول ما لقيناه صافي ولد كان. منطقة زرادة. لقيت شي ممر يلا ياسر مرحبا لا مرحبا. الله يخليكم هذا نداء مستعجل آباء أمهات حضروا الوليدات ديالنا المعرض تبارك الله كبير فيه أكثر من 8000 متر مربع. ما نخليوش الوليدات نكونوا حاضنهم مازال الحيطة والحضر. حتى نتجنب ما لا يحمد عقبه
دائما راه فيهم الحركه وهادشي عادي. الاباء يديروا البال لوليداتهم اكثر فاكثر. هذا الفيش هذا يعني الخروج من هنا ويخرج ان شاء الله. زرابي، السلام عليكم. منطقه بركان، مرحبا بنات بركان. وجبت لكم بنات بركان حتى ليديكم. هاي الزرابي ديال بركان. شكرا على زيارتكم. الرقم ديال الصندوق هذا تعاونية النصر لنسج الزرابي. صافا صوفيا، صافا اختي، صافي هذيك التحتيه نجيب التحتيه ان شاء الله. تليفون على صوفيا. قلتي بنتي حسن حنا معليش الله يعطيك الخير. شكرا الله يسخر لك الخير. هذا المعرض كيشمل حتى بالنسبه للعروس، يعني تجهيزات العروس من التنظيف وكل شيء بطابع شرقي. تعاونية أفراح مسلم، تعاونية أفراح مسلم، المنطقة وجدة. وجدة يعني هذا كل شيء، يعني هذا تنظيف العروس مدينة وجدة بطابع تقليدي شرقي بطبيعة الحال كتشوفوا ما شاء الله، يعني الجمال والأناقة والروعة وتنسيق الألوان. صناعة الخشب الزجاج ما شاء الله، شوفوا هي منطقة وجدة العيون ما شاء الله تبارك الله. شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا الزخرفة، يعني هنا كتعرفوا أن البلاد كل منطقة عندها الطابع ديالها. شوفوا الخشب كيف مصنوع، واحد الدقة واحد الجمال ما شاء الله. منطقة العيون ماشي منطقة العيون ديال الصحراء، الشرقية، العيون الشرقية بمدينة وجدة كتبعد تقريبا شي 150 كيلومتر. شحال؟ 60 كيلومتر على وجدة، يعني باش ما تمشيوش انكم العيون ديال الصحراء، هذه العيون قريبة من منطقة وجدة الشرقية. هنا عندكم كاين مبحث فنية ما شاء الله. شوفوا هذا قارئ الاخر اللي احنا كلشي مصنوع من الكوكياج البنات ديال البحر. شوفو الجمال الأشكال ما شاء الله.
باش ما نشدش البنات. سمحوا لي.